في بادرة متميزة لرعاية مستقبل الطلبة وتعريفهم بمجالات العمل والفرص الوظيفية، أقامت كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت، أقامت معرض الفرص الوظيفية لتوعيتهم في مجالات العمل في القطاعين الخاص والحكومي. نشاهد هذا التقرير. اقامت جامعه الكويت ممثله بكليه علوم وهندسه الحاسوب معرض الفرص الوظيفيه والذي يعد من الفعاليات السنويه التي تنظمها الكليه للطلبه لتعريفهم على الفرص الوظيفيه في مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات المتاحه في الجهات الحكوميه والخاصه. وخريجينا الحقيقه منتشرين في الوزارات، في البنوك، في الاماكن المختلفه، في شركات البترول فاحنا بنطمح من هذا الملتقى انه يتكرر وانه الطلبه تعرف عن الاماكن والاماكن تعرف عن الطلبه ومدى انه استعدادهم ان هم يلتحقوا بالحياه العمليه. الهدف ان تواصل الطلبه مع الجهات الحكوميه والخاصه التعرف على مجالات عملهم وبالاضافه الى ورشات العمل اللي اضفناها توسعت مداركهم وتنميه قدراتهم المعرض يضم ورش عمل لتعريف الطلبة بسوق العمل وتنمية مواهبهم وتوسيع مداركهم من خلال الندوات والمحاضرات هدفنا خلال المعرض توفير فرص وظيفية وتعريف الطلبة في المجالات في سوق العمل وأيضا تطوير الطلبة بحيث أن عندنا أصلا ورش عمل وعندنا ندوات وعندنا هم مسابقات عشان نضيف شويه من المرة حق المعرض. معرض الفرص الوظيفيه مصدر فخر لجامعه الكويت ولخريجيها للعمل في القطاع الخاص والذي يعتبر ركيزه من ركائز خطط التنميه في المستقبل القريب. ناصر الهاجري تلفزيون دوله الكويت.